على مسرح ميامي في مسرحية كل اللي دخلها طلع كتب عليها تعليق إيجابي جدا. البامفلت واضح جدا: وزارة الثقافة، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، المسرح الكوميدي، يقدم طيب وأمير. مكسوف قوي يا مسرور، مكسوف قوي كلهم بشيء. أنا بكلم مراتي في التليفون، شفت حد في حياتك بيكلم مراته في التليفون بيقول الحقيقة؟ قد إيه أنا فرحان يا مسرور إن إحنا أخيراً بنزور مصر. فعلاً ليك حق تفرح يا مولاي، لأن مصر بلد جميل أوي. والدك الأمير غندور الثالث فردان خد روحه في السرمدية. بيقولوا إن أم سكوتلاي حشته على نص بيوت الحار. هو عرض جميل جداً، في كوميديا راقية، بيشتغلوا من تراث الريحاني وبديع خيري، ودول الناس اللي يعني أصل الكوميديا وأصل ال... وهم عاملين الموضوع بشكل معاصر. اسحبها. هي إيه اللي اسحبها؟ كلمة مدام. انت مش مدام ولا أنسة، أمال عايزاني أقول لك إيه؟ آخر مرة تقول لي يا طيب. وأهبل دي عادي عشان يعني فيها وعليها، إنما أنا مش طيب. أنا مش طيب. بجد من العروض اللي استمتعت بيها جدا وضحكت فيها من قلبي جامد قوي وكتير، وكل القائمين على العمل عاملين مجهود اكثر من رائع وكل حاجه. الوقت لما قلت لك اهدى يا صاحبي، افتكرت واحد صاحبي اسمه عماد شغال في فندق خمس نجوم، قعدت عنده فتره شهر العسل كلها، سنه سنتين ثلاثه ما دفعتش غير 175 جنيه بس. قعدت ثلاث سنين شهر عسل. يا عم انت مالك؟ متنا من الضحك طبعا كلنا، والجمهور كله كان ميت من الضحك ما شاء الله. المسرحيه مكتوبه حلوه قوي، متمثله حلوه قوي، الديكور عظيم، اخراج محمد جابر اخراج متمرس كده، المزيكا، الاغاني، الاستعراضات، عرض غني بصراحه قوي يعني ما شاء الله. بتقول ايه يا سمو الامير؟ قصدك تقول عصفور؟ عصفور ده الحضور كان فين؟ هواك يا حبيبي من بدري كان فين؟ صناع المسرحية الفنان كامل فرج، الفنان عمرو رمزي، الفنان هشام اسماعيل، والمخرج محمد جبر. عمرو مبروك. المخرج هشام اسماعيل. فزاع فزاع كامل فرج نجومنا النهاردة وصناع مسرحية طيب وأمير. اولا سعيده بتجمعتكم معانا النهارده لاول مره ما عدا كمان فرحانه جدا بردود الافعال الطيبه الايجابيه جدا على مسرحيتكم. الحمد لله. ما في حد دخل عندكم الا وخرج وهو مبسوط. الحمد لله. ليه؟ ليه؟ احنا غلابه يا استاذه، احنا غلابه فربنا يعني الحمد لله. انت داخل درويش ليه؟ يتامى دول كلهم يعني. طب مش قادره ابتدي يا عمرو غير لما تدينا 3 2 1 بتاعتك. ما عشان نبتدي الحلقه، ما هو احنا كده مستنيين الجومن. نهدى ورا، نهدى يا جماعه لو سمحتوا، يلا عشان الضيف معانا متوتر شويه. يلا يلا اهدي، ما تقلقيش ما تقلقيش، انت تبقى كويسه. يلا 3 2 1. مش عارفه اوصف الابتسامه دي ازاي، بس دي مش عايزه اقول كلام يزق. الابتسامه دي اوصف لي ابتسامه عمرو رمزي في حلهم بينهم. لزجه جلس بس لذيذ. جلسه جلسه بس لذيذه. جلسه بس لذيذه هي سر نجاحها لزجتها دي. دي سر نجاحها. انا ما شفتش حد يعني ياخد النجوميه دي كلها بالابتسامه العجيبه دي. حاجه قالوا لك لزجه غلسه يعني شو الحاجات هي اللي نجاحها. هو ابن حلال يعني ابن حلال. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.